شكرا لك خالد. إذا عقب الافتتاح هذا الجميل معنا فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. في البداية فخامة الرئيس، أهلا وسهلا في ديرتك الثانية قطر، وحياك الله. وكيف شفت الافتتاح، وكيف شفت هذا التنظيم اللي قبل انطلاق سفرة الحكم؟ تنظيم رائع من أروع ما يكون، عالمي، أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر شقيقة ويشرف العالم العربي كذلك. وفيه أقوال وأقوال وأقوال، خليهم يتكلموا. هذا الكلام اللي كنت نقوله، يعني هذا لب الملاحظة نتاعي، أن اليوم نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له، المستوى اللي وصلت له قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه، لملايير الأنظار ملتفتة إلى قطر اليوم. شيء عظيم، تنظيم جيد لا غبار عليه. الباقي دروك كل ذي نعمة محسود مثل ما يقال. إن شاء الله. نتمنى فقط أن الفرق العربية، الدول العربية في مستوى الكروي توصل يوم من الأيام إلى نفس المستوى، يعني حتى نحلم أننا نرى يوم من الأيام دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا فخامة الرئيس. الله يبارك فيك. شكرا طال عمرك.